السلام عليكم. الاسم ديالي محمد حزره من مدينه سيدي سليمان، فنان شعبي، تنخدم بالاله ديال البندير وخدام، وباقي نزيد في المسيره ديالي، وباقي من هنا لقدام باقي نشوفوا الجديد، وباقي بزاف ديال الحوايج. البدايه ديالي بديت مع الدقيقيه، من الدقيقيه وليت مع الاجواء وليت كنخدم ودوس بزاف ديال الحوايج، وبديت مع شيوخ اللي هما كبار وبزاف، منهم الفنان البولانجي، منهم ود الحسين، منهم زيد وزيد ما عليناش. كيفاش كتعيش الحياه اليوميه ديالك؟ الحياه اليوميه ديالي عاديه. شكون العلاقه اللي كانت كتجمعك انت وحاتم ولد مالك؟ حاتم ولد مالك كنت خدام انا مع الاجواق وكذا، وهادي كنت نخدم. فواحد اليامات صافي تلاقيت مع الفنان حاتم ولد مالك، وليت انا وياه ولينا بحال الصحاب، ولينا خوت. بدات الخدمه بحال ما هكاك، كان باقي هو صغير، هادشي اللي كنعاود لك شي 14 عام دابا. بدا معايا، بدات الخدمه كذا، هادي درنا مجموعه راسنا، بدينا خدامين، ما خلينا فين مشى معايا، ما خلى فين خدام، ما خلى حتى شي بلاصه خدم. هادشي اللي كاين. البدايه ديال حاتم بدا معايا، ما كانش معروف، ما كانش يعرفو حتى واحد. بدا معايا انا. كانوا شي ينتقدوا هنا في سيدي سليمان بزاف ديال الانتقادات، بزاف ديال المشاكل، بزاف، فهمتي؟ حتى عارف بنادم تيبقى يهضر شي هضره و كانوا تيقولوا له مثلا لا بزاف جل الهضره، لا جيتي تتبع بنادم راه ما راه مشكله، فهمتي؟ صافي داك السيد راه صافي حسب راسو زعما راه وصل دابا هو، فهمتي؟ من بدينا كنخدموا قال لك لا انا نبقى ناخذ اكثر منكم الجومه، وانا هادي، وانا من هنا، وانا من هنا، وانا كلشي تيولي ليا انا، يا الدراري كامل تيوليو ينتقدوني انا في بلاصتو هو، انت اللي داير لينا هادشي، وانت حنايا معاك انت وحنا، اللهم خليته هو شد الطريق ديالو وانا شدي الطريق ديالي. انا درت مجموعه دابا راسي دراري ديالي، وليت خدام الحمد لله، ما خصني حتى شي خير، انايا خدام. ونهار اللي يجيب الله حتى انا عاوتاني شي حاجه ولا هادي، ديك الساعه راه ما يكون على الخير، وانا عارف وعيدور تيعيا وغادي يولي. واخا غادي هو غادي يبغي يولي، انا ما عمري ما غادي نولي معاه، لحقاش بنادم تيقول لك هذا الدومين هذا صفي تشرب، ما ديش ديال الناس، حيت لا بقيتي غادي في هذ القوالب، وبقيتي غادي بديال الناس، وبقيتي بزاف ديال الحوايج دوك القوالب، هذاك الشيء راه ما مسلككش. بنادم اللي كيلعب قدام باب دارهم تنعترفش به انا. كيفاش كيبان لك المستوى ديالو؟ المستوى ديالو كما كان كما باقي، هو تيجيب له الله بانه راه وصل، هو راه باقي عاف بلاصه. الفنانة مالكة الله يرحمها، أنا دوزت معاها وخدمت معاها باقي صغير، عندها بنت ما عندهاش الأولاد، الأولاد ما عندهاش، هو غير هذاك الأغاني ديالها اللي خدا دياولها هي اللي بدا كيغنيهم هو، وفهمتي بحال اللي بان بيهم وداك الشيء الناس، حيت هو هذا اللقب هذا الجمهور، ماشي الجمهور اللي عطاه هذا اللقب، هو اللي كان تيقول الناس أنا ولد مالكة. شابنا بنادم ملي ولا يسمع بان راه ولد مالكه، راه كلشي ولا يقول راه ولد مالكه، ومالكه عندها بنت واحد. بنادم راه نكار الخير، بنادم دغيا تينسى الخير اخويا، فهمتي؟ بنادم دغيا تينسى الخير، حيت انا كما كان هو شحال هادي كما قال في واحد الفيديو بان راه انا هو اللي يد اللومنا ديالو، وانا اللي هادي العوال عليا، هو معول عليا والعوال عليا والعوال على الله سبحانه وتعالى، فهمتي اخويا؟ العوال على الله سبحانه وتعالى. هذاك السيد نخطاه انا ما بقاش شي حاجه لا شيء. تخيل انت من تندخلوا للعرس تنجلسوا في العرس نقول له اشنو تغني واشنو دير واشنو دير، لحقاش البروغرامات ما عندوش، وتصاوش ما عندوش، فهمتي؟ حنا تنهضروا هذه الهضره موسيقيين، فهمتي؟ لحقاش انا ما يعطيني هو ذاك السيد حتى حاجه، وانا ما نعطيه حتى شي حاجه، فهمتي؟ بنادم منكار الخير خليه هكاك، واش اللي كيدي ديال بنادم عاد يطفرو؟ ما عمر بنادم ما يطفرو، ليه ماشي صاحب راسو راه وصل؟ راه حاشا باش وصل، راه باقي شي لعبه حدا دارهم هذاك. انتقدوا بنادم بزاف، انا 14 عام وانا معاه، انتقادات ديال بصح اخويا، سبان معيور كذا هادي، بنادم ما تيخلي ما يقول فيه، هكاك وانا هكاك داير معاه مزيان، تنقول له لا وهادي وعزيز كمال وزيد دير داك الفيديو اللي هما اللي غايقول لك انا نجحت بهذاك الفيديو ذا. هذاك الفيديو انا هو مولا هذاك الفيديو، انا اللي خرجتهم، انا اللي ديتهم هذيك الغابه فين مشاو هما، نديك دابا تال تما وتشوف شنو كاين وتشوف فين ديتهم، وانا اللي ديتهم تما، وانا مولا هذاك الشيء كامل صافي.
هما قالوا حنايا ولكن كما قال بنادم اللي مواسق راه هو لا يعرف هذا الشيء، هذا راه كل شيء على الميزان، راه تجيب فنان كما كان الفنان هذا وتحطيه بوحده في وسط الجمهور راه معاه ما يسوى والو ولا ما كانش الفرقه من موراه. بالنسبه لك الفيديو ديال الضجه ديال حاتم زيرو ميكا، هذاك الفيديو ديال زيرو ميكا كشف واحد العرس خدام وجاو شي اصدقاء وشي عيالات وهادي قالوا لي هذاك الانسان بعد منه مش بقاش معاه. قلت لهم اصلا انا دابا راه المجموعه ديالي راه درتها لراسي، دابا هادو الدراري دياولي. قالوا لي هكاك نبغيوك مزيان. بغيناك تشرح لنا مثلا كيفاش زيرو ميكا. زيرو ميكا لحقاش من النهار اللي بدا يغني هذاك السيد الميكا تقطعات من المغرب، ما بقاتش الميكا ما بقاتش. هذا الشيء علاش نغني ونقول زيرو ميكا ولد مويليكا وبصح ماشي كذوب تنهضر على صواب. وشنو الرسالة الأخيرة اللي توجه لحاتم ودمالي؟ الرسالة الأخيرة اللي غنوجه ليه هي يدير عقله ويصفي. تيقول لك واحد المثال صفي تشرب، حيت إلا صفيتي غادي تزيد لقدام. راه فنانة مشهورين وديالو بصح وما تيخليو فين يمشيو، ونهار اللي كيجيو يدخلوا بحالهم هنا لبلادهم ويدخلوا للمغرب تيسكشوا. هذاك السيد مشى للإمارات جا تيسحب راسو راه ما عرف فين وصل، ما يبقاش يلعب قدام دارهم. يقول لنا شي حاجة اللي عنده جديدة. انسان مالكه، مالكه مسكينه راه ماتت الله يرحمها، ماتت الله يرحمها، وحاشا باش يوصل هو هذيك الانسان. هذيك الانسان هو باش خدا هذا اللقب هذا ديالو ديالها ديال الفنانه مالكه بالها ديسكات. ومالكه عندها بنت وحده هي اللي كاينه. وشكرا وكنشكر الاخ عمر وكنشكرك بزاف اخويا عمر، وتحياتي وفرصه كبيره هذه. وتنشكر الوانكم الجريده الصحفيه ديال بصح. مرحبا عليكم.